السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين الأعزاء في قناة نير القريشي في فرفرة جديدة اليوم في منتزه الملك سلمان البري. طبعا المنتزه كبير، راح نحاول نغطي أغلبه، فابقوا معنا. منتزه الملك سلمان البري منتزه جميل كبير، من أكبر المنتزهات في الرياض، يبعد عن الرياض تقريبا 22 كيلو، حيث قدرت مساحته ب 3.4 مليون متر مربع، وفي العديد من الأنشطة مثل الجلسات الخارجية، ألعاب الأطفال، اسطبلات الخيول، السوق الشعبي، وفيها أيضا الخدمات مثل جلكم الله دورات المياه، وفيه بعد المصليات اللي يبغى يصلي، وفيه جلسات للشواء، مناسب جدا للعائلات والأفراد. تختلف أحجام الجلسات، فيه منها الصغيرة وفي منها الكبيرة، أنت تدخل داخلني وتنقى الجلسة اللي تبغاها، كانك بغيت جلسة كبيرة ولا بغيت جلسة صغيرة، أبد المكان واسع وكبير ومناسب زي ما قلت لكم للعوائل والأفراد. وينكم يا أهل الرياض؟ تعالوا تمشوا، جاكم البراد وجاكم الشتاء، تعالوا هذا وقته. أوكي، الشمس حارة. منتزه الملك سلمان البري منتزه مناسب للعوائل والأفراد، تقدر تجي هنا وتجيب عائلتك وأطفالك وأبنائك معك وتستمتع بأجوائك مع العائلة وتخلي أطفالك يلعبون في الملاهي. شوفوا السد ما شاء الله تبارك الله. عندكم فلات وايت؟ ليه واحد فلات وايت اكسترا شوت؟ قلت لي ما في احد. ما شاء الله تبارك الله، منتزه الملك سلمان البري مناسب جدا جدا للناس اللي يبحثوا عن الاسترخاء. وتخيل يجي الشتاء والامطار والاوقات الجميله، حتى لو صيف ما عندك اي مشكله، تجيب معك اغراضك وعدتك.